اوه العفن انتشر في كل العلبة ازاي؟ ده مسكها بقى. ده هلوش هلوش، فيديو جديد غصب عني والله، مش قادر اصور. قلت اعمل كوبايه شاي عشان تظبط دماغي وافوق شويه وانزل اصور. مش عارف فيديو النهارده هيبقى عن ايه، بس الدنيا بايظه خالص. اكيد انت عارف الفيديو عن ايه، اكيد شفناها في الثامنيل او في عنوان الفيديو، بس انا الى حد الان يعني مش عارف يعني الموضوع هيبقى ماشي ازاي. خلينا نكتشف سوا. اصلا بص، عايز اوريك حاجه. الدنيا هنا مكركبه ومزبله حرفيا، حاجات مرميه في كل حته والدنيا بايظه، حتى الانفجارات مش نظيفه، الستران مش عامله حمام هنا والدنيا زي الزفت. المفروض بقى نروق ده شويه عشان مش قادر اروق الروم كلها، بحيث ان احنا ايه نعرف نتحرك بس هنا، نفضي المكان ده بحيث ان احنا لو هنعمل اي حاجه هنا. يلا بينا روقت المكان هنا عشان هنا بنعمل اي حاجه، انما دول انا مش عارف اوديهم فين. دول علب صغيره جديده، جبت برده شويه من العلب دي. بص شكلها جامد هنا ازاي. فلسه اصلا مخرمتش ولا جهزت اي حاجه، جايبهم بقالي كتير وما استخدمتهمش، فعاوزين مركنين في اي ده، لان كده يعني مكركبين الدنيا ومفيش مكان اصلا. وبعد شويه شحططه كنسنا الارض وحشرنا الحاجات هنا، شغل خبي تحت السجاده ده، و نبدا الفيديو. ان انا مش عارف اصلا هعمل ايه، بس يعني ممكن نبص بصه ونشوف الحاجة محتاجة ايه. اكتر حاجة انا مهملها الفترة دي العناكب الصغيرة، شوية عناكب هنا ما شاء الله. عايزين ايه؟ كنت حاطط لهم اكل ومنضفتش ولا اي حاجة، مش عارف انا حطيت لدول ولا لأ. دول لأ، تعالوا نشوف ايه الصغيرين دول الاول وناخدهم هنا. زي ما انتوا شايفين الدنيا بايظه جوه، طبعا انتوا مش شايفين اي حاجه، ولكن تعالى نشوف احنا هنعمل ايه. بص بقى، العنكبوت ده كنت حاطط له اكل، وده اللي بيحصل لما تسيب الاكل من غير ما تغيره وترمي البواقي. ده عباره عن عفن، مش شبكه عنكبوت، لازم تتنضف تترمي. طبعا القرف اللي انا بعمله ده ما حدش يعمله، المفروض ارمي في الباسكت، بس انا واصل بقى الكسل ان انا مش قادر ابص لهنا، يعني الدنيا بايظه خالص. العنكبوت راح فين؟ العنكبوت مستخبي جوه. ده سلينج كير اللي هي الترانشلا، بيحب يحفر ويعمل مخابئ كتير. ده ما كانش عنده اكل، وده كان واكل. ده تقريبا برضو الدنيا بايظه معاه. اللي قدامنا ده مش شبكه عنكبوت، ده عفن، وغلط جدا على العنكبوت. ننضفها بالراحه، ده مش نافع. عادة بس كده فل. في حتة عفن خضرة هنا اهي، كان موقع أكل في حتة تانية، نضف. وكذلك طبعا مع باقي اخواته اللي هنا. لو في اي حاجة عشان وقت الفيديو، بس لقيت اي حاجة مختلفة هوريها لكم. بصوا بقى، ده العفن انتشر في كل العلبة ازاي، ودي حاجة غلط جدا، لان العفن ده لو مسك في العنكبوت نفسه اصلا ممكن يموته. تحس ان هو نبات مفترس. في الحالة دي احنا هنعمل ايه؟ نطلع العنكبوت خالص. نطلعه بره خالص من العلبة علشان ننضفه. يطلع، وده هرميه وحط كوكبت جديد مكانه. وده كده بعد ما جبنا كوكبت جديد، يلا نرجع العنكبوت. بس هو هيحفر بقى وهيظبط حاله كده زي الفل. بصوا يا جماعه، عاوز اوريكم العنكبوت الصغنن ده، في حاجه مميزه قوي. بصوا لو تركزوا هتلاقوا بطنه كبيره قوي وتحسها بتلمع. ده كده بريمولت، يعني هيغير جلد، وده العنكبوت بيعمله لما حجمه يكبر شويه. زي ما انتم شايفين البطن كبيره وبتلمع ولونها غامق. انت لو في يوم من الايام لقيت العنكبوت بتاعك الصغنن فيه الاعراض دي، هو بطنه كبيره وبتلمع ولونه باهت او لونه غامق او البطن نفسها لونها غامق، فتعرف ان هو بريمولت، المفروض بقى ما تجيش جنبه خالص خالص. وبصوا كده، ده
ده خلاص لسه عامل مولد زي ما انتوا شايفين، الجلد القديم اهو، ده القديم، وده العنكبوت لسه فريش مولد، حتى تحس لونه ازرق او لونه فاتح قوي، وان حتى فيه عفن برضو بواقي اكل. طبعا منظر العفن ده قلة اهتمام مني، لاني بقالي اسبوع تقريبا ما نزلتش للحاجة، وحطيت الاكل وسبته اسبوع، ودي حاجة غلط محدش يعملها. انا هنا بشاركك الغلط والصح، يعني الحاجة الغلط اللي بعملها بوريها لك عشان ما تعملش زيها، والحاجة الصح بقول لك اعملها. فما تعملش الغلط اللي انا عملته ده، ودايما تابع العنكبوت بتاعك باستمرار، ولو حطيت اكل شيل الباقي تاني يوم، ما تسيبوش يومين تلاتة اسبوع زي ما انا عملت، لان ده كارثة. بصوا كمان لقيت عنكبوت لسه فريش مولت حالا، لونه ابيض بجد بقى، لسه ايه ما نشفش، لسه طري. في الحالة دي ما تشيلش العنكبوت ولا تمسكه اصلا، اقفل عليه وسيبه في حاله لحد ما جسمه ينشف. طبعا بتسيبه يومين تلاتة، وبعدين تبدأ تديله اكل يكون جسمه نشف ويقدر ياكل. ولما تلاقي التربة اللي العنكبوت متربي فيها بقت ناشفة كده، بقت جافة تماما، هتجيب البخاخة عادي وهتبخ بختين كده وخلاص، هوبا العنكبوت نط وهرب. أنا حي أنا حي. عمال بدور على العنكبوت هنا وهو هربان جوه الحوض زي ما انتوا شايفين، هنطلعه دلوقتي وهوريكو يا ابن المعفنة. طب الحمد لله ان الحوض نضيف، وبعد منورات مسكناه، شقي قوي شقي قوي. دلوقتي هنرجعه للعلبة بتاعته يا ابن الجزمة، ارجع بقى بس كده، رجع العلبة نقفل عليه زي الفل. معانا بقى هنا كمان العلب الصغننة دي فيها حاجة جميلة قوي، بص بص بص، عقارب صغننة، ده عقرب ليوريس كوين كيسترياتوس، اللي هو عقرب فلسطين، او برضو اسم العقرب الاصفر، او عقرب اسوان زي ما بنسميه هنا في مصر. بص بقى على جمال الصغننين دول، اي حاجه صغننه، لا مش ناقص حاجه كمان تهرب، وحياه امك خش جوه تاني، خش جوه. طبعا ما حدش يتعامل مع العقارب بايده، متعلق بالتويزر او بالفرشه. وهنا في عقارب مغيره جلد عامله مولت، انتوا شايفين المولت بتاع العقرب، حتى بالابره بكل حاجه زي العناكب بالظبط، حاجه جميله قوي، بحب مولتات العقارب جدا. بص العقرب ده بيحاول يحفر، بيحاول يعمل مخبأ يستخبى فيه، بعد كده بتقعد جوه الحفرة كده زي ما دي قاعدة، وده عمال بيفرك عايز يهرب. كلهم مؤدبين إلا ابن الجزمة ده، عايز يهرب عايز يهرب وهيهرب. تعالى بقى نجرب نجيب دودة صغننة ونرميها للعقرب، نشوف هيتصرف ازاي، هي أكبر منه أصلا، طب طبيعي هيخاف منها، مستحيل ياكلها. هنجيب واحدة أصغر نحطها له، هو بيحاول يهاجم عليها، بس المشكلة إن هي كبيرة أوي عليه. طيب بلاش العقرب ده، لا نجرب واحد تاني، نحط له نفس الدودة، ده مسكها بقى، ده مسكها وهيفضل يعافر معاها ويتشقلب بيها. دلوقتي هو ماسكها وهيحاول يحقنها بالسم ويبدأ ياكلها. بص انت مش هتفهم احساسي دلوقتي، بس انا قاعد في مكان حر جدا، مكتوم جدا، مفيش ولا مروحة ولا تكييف ولا اي حاجة، وقاعد بعرق وقاعد بجيب في مية ومش قادر اتنفس، كل ده علشان اطلع لكم في فيديو جميل. فمنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان ايه، تبقى راجل جدع. خلصت عملت تشيك على كل العناكب الصغيرة، كله كان تمام، وريتكم بعض الحاجات اللي بقدر اوريها لكم، وحاجات تانية طلعت تمام فمش هنبص عليها دلوقتي، لكن تعالى ننتقل للحاجات الكبيرة والحاجات المميزة التانية اللي هنا، ونشوف ايه محتاج ياكل نأكله، ايه اللي محتاج يحصل له اي حاجة. تعالى نشوف الحوار ده. قبل اي حاجة هنجيب العلبة بتاعت الصراصير زي ما انتوا شايفين، نفتحها ونخليها مفتوحة جاهزة علشان لو حاجة محتاجة تاكل نجيب الصرصار ونطلع ناكلها على طول. خلينا نبص هنا على
الجوينت وايت ني، بطنها ما شاء الله عليها مش محتاجة أكل خالص، كله تمام. تعالى بقى نبص على ستريت هورنيد بابون، ودي ما بتشبعش حرفيا، دي محتاجة تاكل. احنا هنجيب صرصار صغنن كده نحطه هنا، هي ما بتسميش، انت مش هتلحق اصلا تشوف الصرصار وهو بيتاخد. نقفل عليها ونقول ما شاء الله تبارك الله، نقول برضه سبحان الله. نبص هنا على الريد رامب، قصدي التايجر رامب بتاعتنا، ما شاء الله عليها الوانها تحفه جميله. دي ممكن ناكلها ميل ورم، ميل ورم زي دي هتكون جميله قوي. نرميها بس هنا، هي خلاص بتلقفها والدنيا في اللذاذة معاها. زي الفل. شوف هنا الجوينت بلانت ترانشو، هو راح فين؟ انا مش عارف، اكيد مستخبي تحت، ممكن يكون بري مولت، هو كان فعلا بري مولت فسيبه لما هو تحت استخبي، يبقى بلاش نزعجه. شوفوا بقى البنت الجزمة دي، دايما بتكركب الانكلوجر بتاعها، والله مالكي يعني فاهم، مش عارف اعمل فيكي ايه. خلينا نفتح الانكلوجر بالراحة بس. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ هتهجم دلوقتي يعني، هي بتجري ورا الديكور ده وتفكره اكل، هي بتهجم على اي حاجة يعني. بص تعالى نمسك دي، بصوا كده، اي حاجة بتتحرك عندها حرفيا. لما باجي اخد طبق المية بتاعها باخده بخناق حرفيا، اللي هو ما تجيش جنب طبق المية بتاعي، تقعد تعارك معايا بقى. ممكن اغرز دي من غير ما تعض، شكرا مش مهم. ما خلاص بقى، خلاص ده انت رخمة، ادي الغطا بتاعك شكرا، انا مش جاي هنا تاني، كنت هاكلك والله بس انت رخمة شوية. منين هنا السان تايجر، تمام. طبعا هي بتكون مستخبية ورا جوه هنا، ولكن انا مش عايز اكلها كتير عشان ما تعملش مولتي تاني وتالت وبتاع. اظن انت اول مرة تشوف حد مش عايز اكلته تعمل مولت. تعال يعني بص هنا الكتكوتة دي، استنى افتح بقى، ده انت رخم. اوه ما شاء الله، هنا الجرين بوتل بلو ترانشولا، او بيتقال لها الجي بي بي، ما شاء الله عليها. دي طبعا محتاجة صرصار. بص بقى المشهد الافتراسي الجميل ده، اوه جابت ايدي بنت الجزمة، الحمد لله ما اتعضتش. صرصار هرب جوه، لا كده مش نافع، ومحتاجة صرصار كبير هسيبه لها وهي تتعامل معاه. الأصل التويزر صغير قوي، المفروض اجيب تويزر اكبر من كده عشان التعامل مع الترانشرات الشرسة والخطر بالمنظر ده، محتاج يعني يكون من مسافة آمنة بينك وبينها. فكرة ان الصرصار ابن الجزمة ماشي تحت الويب حرفيا، ماشي تحتها وهي حست بيه. شايفين شايفين؟ تفتكروا ممكن تجيبه؟ تعال نشوف الموضوع ده، هو لو اتحرك تاني وهي عرفت مكانه هتجيبه. اهو اهو حاسس بيه، هتتحرك بقى، ده انت صرصار رخم. اسوأ حاجة في الدوبيا روتش ان هي بتمثل ان هي ميتة، بتقعد من غير ما تتحرك. بصوا هي دلوقتي حاسة بيه وهتحاول تطلعه هي بنفسها. كده ما ينفعش اتدخل عشان ممكن اتعض، عاجلا ام اجلا هتجيبه. فهو الصرصار يعني خلاص مستموت فيها، فانا سبت الموبايل وهثبته هنا لحين ما يحصل الهجوم. حاسه قريب عموما يعني، هي حاسه بيه، تبدا تحاول تقطع في الويب عشان توصل له. 2000 years later.
بصوا في الاخر جابته ازاي. مسكت المجرم متلبس بجد، ما شاء الله وسبحان الله فيما خلق. عاوز اوريكم الكادر تاني وهو متعلق تحتها، شايفينه؟ دي اخرة اللي يهرب او يحاول يهرب من الجي بي بي. طبعا انا كنت هتعض عضه وحشه جدا، لكن الحمد لله جت سليمه وهي عرفت تمسك المجرم المسؤول عن هذا الهجوم. هي ما كانتش بتهجم عليا، هي كانت بتهجم على الاكل، ولكن لان التويزر صغير الهجمه كانت هتيجي في ايدي انا. طبعا بيكون عندك عناكب كبيره شرسه كده، لازم تتصرف في تويزر كبير. يعني هحاول اوفره ان شاء الله، ده لازم. بس على فكره ان هو غالي شويه، بصوا متشعلق ازاي. تبدأ بقى ترقص، تفضل بقى ايه تتحرك من تحت كده وترقص بالابدومين بتاعها وتلف. بسمي دي رقص الاحتفال بالوجبة، ولكن الحقيقة هي بتمسك شبك جديد في المكان اللي هي واقفة فيه او اللي هي قطعته. عنكبوت منظم، تحس ده عشوائية لكن هي حرفيا منظمة وعارفة هي بتعمل الويب بتاعتها ازاي. يلا نسيبها بقى يعني تاكل الوجبة بتاعتها في سلام. بجد مبسوط منها قوي، نقول ما شاء الله تبارك الله، علشان العين وحشة، شبكة قوية قوي، قوية كأني بسحب خيط بجد. يعني بجد ما تقطعش زي ما انتم شايفين، كأنه خيط قوي قوي ما بيتقطعش. بصوا عامل ازاي، ده لما بيتبرم على بعضه. خيوط العنكبوت يا جماعه بجد قويه قوي. المشكله بقى يجي لك واحد زي راس الكرومبا يقول لك ايه المتعه يعني في تربيه العناكب، انت مش شايف متعه في الجمال ده كله، انت بتشوف عمليه افتراس كامله وبقى في صرصار وبتاع وهو بتهجم، وحاجه جميله قوي. مش عارف انت ممكن تكون ضد في الموضوع ده، بس انا بعشق حاجه اسمها عناكب، رغم ان انا اصلا عندي فوبيا عناكب، وهتكلم عن الموضوع ده ممكن في فيديو تاني. يعني الفوبيا العناكب دي اتخلصت منها ازاي، وهل تخلصت منها اصلا ولا لا، لاني اصلا لسه عندي فوبيا عناكب عادي. ولكن هما كائنات جميله، ما نقدرش نقول اكتر من كده او ما نقدرش نقول غير كده. سيب العناكب شويه ونروح هنا على الكتكوته بتاعتي الريد اير سلايدر. انا هجيبك يعني هجيبك، اطلعي بره. طب اهو يلا، دي بس تخبي ازاي. زي ما انتم شايفين الصدفه بتاعتها لونها ابيض، طبعا ده مش لون ابيض، دي مفرغه هوا جوه لانها تبدا تغير قشرتها الخارجيه وتعمل شيدنج. السلاحف بتغير جلد برضو، والصدفه بتاعتها بتتقشر لان حجمها كبر، فهي كمان لازم تكون قشره جديده عليها. طبعا حجمها ما شاء الله بقى اكبر شويه من المره اللي فاتت. طبعا البيت ده غير مناسب خالص، ومحدش ربيها زي ما انا مربيها كده، ده مؤقتا لحد ما اعملها الانكلوجر اللي مش عارف هيتعمل امتى بقى، لان كل ما اجيب حاجه عليها ناقصه. والمفروض رحت سالت على دريفت وود، دريفت وود غالي جدا، فسالت على نوع مصري قالوا لي لسه مش جاهز، فانا مستني يجهز علشان الحوض ده يعني الميه عمال باخد منها كل شويه، هيبقى حوض جامد يعني. انا بجد هعمل عظمه في الحوض ده باذن الله، دعواتكم. ومحتاجين فلوس علشان نعمل حوض، لان دريفت وود لسه وفي فلاتر وفي ليله كبيرة قوي هتحصل عشان الكتكوتة دي. بقالنا كتير ما فتحناش الحوض ده، وطبعا لو انتوا فاكرين ايه اللي جوه هنا، هي ابراز خشن الجلد اهو زي الهبل. سريع 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 قوي. في بنوتة برضو مستخبية في حتة هنا اهي، لقيتها. هي فين؟ اطلعي اهي. دي البنوتة وده الولد، عساسين قوي. نقفل بقى عشان ما يهربوش. طبعا بصوا عاملين حمام على الحيطة هنا على جدار الحوض، حاجة نيلة خالص. خلصتوا أكلكم؟ خلصوا أكلكم. طبعا بياكلوا حشرات ميل ورم وكده، عندي بقالهم كتير ما شاء الله. في شوية عناكب برضو محتاجة تاكل، معرفش سمكة قريب، فمش عارف والله.
عاوز اقول لكم ان في فيديو ان شاء الله صيد في البريه قريب، ممكن يبقى في صحراء، ممكن يبقى في ارض زراعيه، لسه مش عارف، ولكن في فيديو في صحراء اكيد. امتى لسه ما اعرفش، لان لسه بخطط للموضوع ده، لان المفروض اخيم وحوار كبير قوي. المهم يا سيدي، فيديو النهارده كفايه لحد كده، عشان بجد تعبان وبصور بالعافيه، مش عارف عنوان الفيديو هيبقى ايه. احنا عملنا شويه حاجات عشوائيه، فبعد ما اخلص مونتاج نبقى نشوف الدنيا ايه عملت ايه معانا. بس قبل ما انهي الفيديو محتاج منك حاجه صغيره قوي، وهي انك تنزل تعمل لايك وتعمل شير للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. يا جماعه احنا عاوزين نوصل على الاقل ال 10000 سبسكرايبر. شوف انا طموحي قليل قد ايه، احنا لسه بادئين على اليوتيوب، فمحتاجين زقه علشان نوصل باذن الله. وطبعا مش هوصل غير باخواتي، فانا مستني بقى ايه وقفتكم جنبي، ونشوف هنوصل لفين. واكتبوا لي في الكومنتات اي حاجه عاوزينها، انا بشوف كل الكومنتات، بقرا الكومنتات كلها حرفيا، وفي ناس برد عليها. فعايز هجوم على الكومنتات. جيش ادهم هاني، خبير في الحياه البريه، وسلام.